الشملي منطقة كثيرة السكان وكثيرة القرى، تقريبا يعود لها 63 قرية، يعود المدينة الشملي حدود حائل تبوك، اللي منا من الشملي إلى جهة الغرب يحدنا تبوك حدود الشملي، والقرى كل بوها عايدة للشملي، قرى الشملي ترجع الشملي تقريبا 63 قرية، يعني حول الإحصاءات اللي موجودة عند المجمع القومي، وتعتبر هي مثلا مدينة المنطقة الغربية الحالية. الشملي انشئت عام 1342 وثم تطورت إلى ما تطورت عليه الآن، تحدى الجبال، جبال المسمى والخرم هذا من شمال، والعماير هذه من جهة الشمال، هذه بالنسبة للجبال، ومن الشرق الأثماد والعوالي، ومن الجنوب بشرة ومنيفة وقعمز، ومن الغرب الحنية ومزرة والعظاميات وإدمة، إدمة مارد، إدمة تمتلي من الأمطار وتقيض عليها البادية لمدة سنة، لأنها صنعة الرب سبحانه وتعالى، عبارة عن محيطة بها جبال وتجمع بها المياه وتحافظ المياه لمدة سنة وأكثر. قديم الزمان يوم الموارد قليلة البادية تنزل عليها وينزلون من الصيف حتى يطيح المطر بالوسم. يوجد بالشملي أثار قديمة تسمى الجنفة سابقا، هذا قبل الإسلام الله أعلم، وفيها أثار موجودة للمدينة هذه أو الناس اللي يعني من الدليل كان فيها سكان سابقا، اللي منها الحين قصر حنية يوجد فيها أثار حبوس، ما حبوس ماء أو مثل ما تقول حبوس للحرب، أو فيها قصر الحنية برضه، برضه الشملي عندنا فيها أثار يقولون لها المرقاب وقصر وكاب سابقا بس تهدم الآن، مثل ما تقول مترس، يمكن الله أعلم أنه مترس، فيه غربنا منه جدر، مثل ما تقول جدر زي صفح الجبل عليه كتابات ما هي عربية، ما أدري وش الكتابات هذه موجودة هالحين، فيه محجة تبعد عن غزلانة 25 كيلو، غزلانة عنا من هنا 70، هي شمال غزلانة طريق صحراوي 25 كيلو، أنا والله ما جيتها بس شفت صورتها، هي محجة شيء غريب سبحان الله العظيم، الله له حكمه بخلقه وصورته، عبارة عن جبل يعني تكون تقول من ثلاثة أركب بهالشكل. الشملي كان فيه قلبان إزلية قبل يطلبها الشيخ عبد المحسن الله يرحمه، كان موارد بس تعرف رامن عليها الدهر، اللي عند ما نزلوا قاموا يحصلون أبيار مطوية بس يحفرونها يلقون الماء على طول، يعني ما يواجههم عنن كثير مثل عند ما تجي البير وتبدع من جديد، هذا تحصله مطويين بحجر موجودة الحين الأبيار، يعني أكثر من بير يعني حصلوها تلقاها مطوي بحجر ومبني، عند ما نزلوا طلعوا الأبار وكثر الخير لله الحمد.